بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش، قبل ما نبدأ برضو مع الأورينت داتابيز هناخد شوية كونسبتس، وبعد كده هنركب الكونسبتس ديت على المودلز اللي موجودة جوه الأورينت داتابيز، وبعد كده نبدأ نشتغل عملي. فالأول احنا في مرحلة الكونسبتس هناخد كذا كونسبت. الأول أول كونسبت طبعا اللي هو الداتابيز. الداتابيز طبعا دي عبارة عن انترفيس عشان تأكسس كل الإيه الحاجات اللي هي الستورج، فعلا استورد فعلا على الداتابيز يعني. يبقى الكونسبت عشان نقدر نعمل كويريز على السكيما المختلفه، الميتا داتا، الانديسيز المختلفه، كل الحاجات اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله جوه الداتابيز ذات نفسها. وطبعا اورينت داتابيز بتسبورت مالتي تايبس داتابيز. طب نبدا مع اول مفهوم اساسي بعد كلمه داتابيز، مفهوم اسمه الكلاس. الكلاس مفهوم معروف جدا بالنسبه للناس اللي بتعرف اوبجكت اورينتد بروجرامنج، يعني هو مفهوم اصلا جاي من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بارادايم اللي هو النموذج ده المشهور. يبقى كلاس برضه تايب اوف داتا موديل، هو برضه موديل كده بنوصف بيه الايه البيانات بتاعتنا، وزي ما قلنا هو جاي من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. بيزد على التراديشنال دوكيمنت داتابيز موديل، يعني اللي شغال دوكيمنت موديل اللي هو الدوكيمنت موديل داتابيز، واللي مش شغال برضه يعرف ان الداتا بتتخزن في شكل كولكشن. بنسمي الدنيا دي بنسميها كولكشن، كنا بنسميها في الريليشنال داتابيز الموديل بتاعك كله بنسميه تيبل. يبقى تيبل كان في الداتابيز كان اسمه كولكشن في اقرب حاجه ليه، مش هو لكن اقرب حاجه ليه، اقرب مفهوم ليه كان اسمه كولكشن جوه الدوكيمنت داتابيز. ده بالنسبه ليهم منهم. الاورينت داتابيز طبعا بتستخدم الدوكيمنت اي بي اي، وبرده الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بارادايم، فبتاخد الكونسبتس ديت. ولذلك الكلاس في الاوبجكت في الاورينت داتابيز اقرب حاجه لفكره التيبل في ريليشن، اقرب حاجه في فكره التيبل في التيبل او لكولكشن، لكن هو مش تيبل خالص، لان الكلاس ممكن يبقى سكيماليس ما يبقاش فيه التوصيف اللي هو التكميلي ده كله، وممكن يكون سكيما فول زي التيبلز، وممكن يكون ميكسد ما بينهم هما الاثنين، يعني مختلف تمام عن التيبلز خالص، لكن هو اقرب شيء تقدر تمثله كده. الكلاسز بتنهرت فروم اذر كلاسز برضو، كذلك عندنا في الاورينت داتابيز واخد المفهوم ده، تقدر تكريت تريز من الكلاسز، كلاس من كلاس من كلاس من كلاس من كلاس، هيراركي يعني. كل كلاس طبعا ليه حاجه اسمها الكلاستر بتاعته، ليه حاجه اسمها ايه الكلاستر بتاعه. الكلاستر كرييتد باي ديفولت تمام، يعني هي اول ما اتكريت كلاس بتكريتد الايه الكلاستر بتاعه، طالما احنا ما حددناش حاجه غير كده فده الديفولت. طب هو ايه الكلاستر؟ انا هضطر اشرح يعني ايه كلاستر مع مفهوم الكلاس لان هما مرتبطين مع بعض جدا. الكلاستر امبورتنت كونسبت بيستخدم ان احنا ستور الريكوردز عشان نخزن الريكوردز بس، لا ونخزن دوكيومنتس ونخزن حاجه اللي هتعرف عليها كمان شويه اسمها فيرتسيز تمام. يعني من الاخر ان سمبل ووردز يعني بكلمه بسيطه جدا، الكلاستر از ا بليس where a group of records are stored. دي حطه تحتها 100 خط، يبقى من الاخر مجموعه البيانات مجموعه السجلات اللي بتتخزن بتبقى متخزنه في حاجه اسمها كلاستر تمام، اللي هو ديفايند بيزد على كلاس بس من الاخر كده. يبقى ايه باي ديفولت الاورينت داتابيز هتكريت كلاستر على كلاس بس، هي اللي اتعزنت. يبقى بتعمل كلاس ده الديفينيشن، وهو بيبقى ليه كلاستر. كلاستر بيشيل الداتا بقى، هو اللي هو الحاويه بتاعه البيانات بتاعتها تمام. كل الريكوردز في الكلاس، كل الريكوردز في الكلاس بتتخزن في السيم كلاستر تمام. وطبعا بيبقى ليه سيم نيم اوف كلاس، يعني نفس اسم كلاس الكلاستر هو نفس اسم الكلاس. طبعا بتقدر تعمل اكتر من 32700 كلاستر في الداتابيس، طبعا رقم كبير جدا. كرييت كلاس كوماند، لما تيجي بكرييت كلاس كوماند عشان هو بتستخدمه عشان تقدر تكريت الكلاستر بتاعتك وتحدد الاسم يعني. وطبعا وانس ان الكلاستر ده از كرييتد يو كان ايه يوز ذا كلاستر تو سيف الريكوردز بتاعتك من خلال النيم وانت بتعمل الداتا موديل بتاعك. ده كان يعني ايه داتابيز، يعني ايه كلاس، يعني ايه كلاستر. لسه في معانا بعض المفاهيم التانيه خاصه بالاورينت داتابيز هنتناولها ان شاء الله بس في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.